اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إن أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ارحم الشيخ زايد، وارحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن كان له فضل علينا. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن ترفع الضر والبلاء والضراء عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم نفس هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن يعم الأمن والأمان والرخاء بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.